بسم الله. تسجيل محاضرة ثالثة كيمياء عقاقير، طلبة السنة الثانية جامعة التحدي كلية الصيدلة. خدينا في المحاضرة الأولى والثانية عرفنا الجلايكوسايدز، كلاسيفيكيشن اوف ذا جلايكوسايدز، دور الشوجر بارت والنون شوجر بارت في المولكيول نفسه. تكلمنا على الفيزيكال بروبرتيز اوف جلايكوسايدز اللي منها بندخل على الاكستراكشن كيف نستخلص الجلايكوسايد. بعدين اخذنا اهم شيء البريكوشنز في التعامل مع الجلايكوسايد. اليوم حنبدا بدراسه الجلايكوسايد بحسب التصنيف الكيميائي لها، واول مجموعه حناخذها اللي هي الفينوليك جلايكوسايدز. اول كلاس حيكون عندنا فينوليك glycosides. Phenolic glycosides may be sub-classified بحسب تركيب الكيميائي له، يعني بحسب نوع الفينول أو بحسب الشكل متاع الفينول إلى عدة sub-classes. ده الكلاس الكبير فينوليك، عندنا تحت ممكن نلاقي عدة sub-class. أول sub-class اللي هو simple phenolic، يعني الجلايكوسايد اللي موجود فيه الجزء نون شوجر بارت عبارة عن سيمبل فينول، ممكن يكون فينوليك اند الكحوليك، يعني الاجليكون بارت عبارة عن فينول وفي الكحوليك جروب، ممكن يكون فينول اند استر او فينول اند الدهايدز. هنخش واحدة واحدة للسب كلاس اللي عندنا، هناخدوا عليهم مثال مثال. احنا واحدة من اهم اهداف المقرر انك اول ما تشوف المركب تقدر تحدد الكلاسيفيكيشن متاعه بجميع طرق الكلاسيفيكيشن اللي خديناها. هنبدأ باول مثال اللي عندي، هذا اول مثال مركب، هذا اسمه R-butene. لو جينا شفنا structure متاع R-butene هو عبارة عن، أول ما تشوفه هتقول إنه glycoside. ليه قلت glycoside؟ لأنه عبارة عن sugar part اللي هو هنا glucose و non-sugar part اللي هو نوع من أنواع phenols. الرابطة اللي ما بين sugar part و non-sugar part oxygen. نوع الشوجر بارت جلوكوز، نوع الاجليكون بارت الكلاس نتاع فينول. اذا اللي خديتهم انا توا هم عباره عن كلاسيفيكيشن للاربيوتين، بمعنى لما تبي تعرف لاما مجموعه ينتمي او اما كلاس ينتمي المفروض بحسب شيء. لو الاربيوتين بحسب الشوجر بارت شو بنقول عليه؟ هنقول عليه جلوكوسايد. جلوكوسايد هو جلايكوسايد نعم، لكن هنقول عليه جلوكوسايد. ليه؟ لان الجزء السكري عباره عن جلوكوز. بحسب الرابطه هنسميه او جلوكوسايد او او جلايكوسايد، او لان الرابطه اكسجين. بحسب النون شوجر بارت فينوليك جلايكوسايدز. يتبقى عندي اللي هو بحسب الثيرابيوتيك اكتيفيتي، وهذه نجيها بعد ما نعرف الاستخدام. الان الاربيوتين عباره عن سمبل فينوليك جلايكوسايد. الاربيوتين لو صار له هيدروليسيس، شو معنى هيدروليسيس؟ يعني صار سبليتنج للشوجر بارت مع النون من النون شوجر بارت، هيطلع عندي الجلوكوز هنا، حيتبقى عندي اللي هو المركب الاجليكون. الاجليكون هذا اسمه هيدروكينون. هيدروكينون حتى هذا عنده هلبة استخدامات زي ما نتكلم عليه بعد شوي. مهم جدا نعرف اول ما نشوف المركب نعرف الكلاس متاعه، زي ما خدينا زمان في الفولاتايل اويل نعرف الكلاس متاعه اما كلاس ينتمي، لانه هو عباره عن، والكلاس بحسب المطلوب، يعني نقدر نقسمه على عده اساسات.
لو سئلنا على الكيميكال ستراكشر او كيميكال كلاسيفيكيشن يعني بحسب التركيب الكيميائي للاجلي كومبارت هنقول عليه سمبل فينولي بحسب الشجر بحسب الرابطه وبحسب ثيرابيوتيك اكتيفيتي. ثاني شيء المفروض نعرف البيولوجيكال سورس بتاعها من اما نبات جاي. الاربيوتين موجود في اوراق نبات اليوفا يورسي فاميلي ريكيسي. يكفيني هنا لو عرفت ان يوفا يورسي فقط لان جاي من نبات اليوفا يورسي. هيدروليسس، الهيدروليسس وهذه تكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت ان الجلايكوسايد سهل جدا يصير لها عمليه هيدروليسس. ومن ياثر على الهيدروليسس قلنا يا اما الاسيد يا اما الانزيمز، الالكالاي ما تاثرش. اذا الهيدروليسس يا اما بالاسيد او الانزيم، يا اما بالاسيد او الانزيم. الانزيم اللي هو موجود في نفس النبات اسمه ايمالسين. لو مركب الاربيوتين صار له هيدروليسس باسيد مع التسخين او بواسطه انزيم الايمالسين هيعطينا هيدروكينون بلس بيتا دي جلوكوز. كيميكال تيست، المهم نعرف على الاقل الكيميكال تيست اللي كشف عليه. كيميكال تيست اربيوتين لو ضفنا عليه فيريك كلورايد هيعطينا بلو كلر، اربيوتين لو ضفنا عليه اتش سي ال هتعطينا كريستلز، يعني هو حيعطي سولتس، هيعطي كريستلز اوف هيدروكينون. اربيوتين استخدامه as diuretic and urinary antiseptic. المعروف ان الاربيوتين after absorption from GIT اربيوتين as glucoside او glycoside حيصير له عملية splitting. لما يصير له splitting هيطلع منه الهيدروكينون. الهيدروكينون conjugates with glucuronic acid أو sulfate to be excreted as salt in urine. الآن وصل لليورين as salt إما sulfate أو مع sulfate أو glucuronic acid. في اليورين بيصير لعملية split and release الهيدروكينون. إذن الكونجيكيشن كلها بيصير لعملية الطرح لليور مع في الكدني. بعدين بيصير لسبلت and release الهيدروكينون اللي هو بيعطينا الانتيسبتيك اكشن. باش تصير اليورين must be alkaline reaction باش يعطينا الهيدروليسيس اوف ذا سالت، يعني باش تتحلل السلطه اللي موجوده عندي اللي هي الهيدروكينون سلفيت. اليورين ماست بي الكالاين. الاربيوتين از بروفد تو بي ا جود انهبيتور فور ميلانين سينثيسيس، وحتلاقوه في استخدامات هلبه في الهايبر بيجمنتيشنز كمبيض، يعني في معظم وهل بمستحضرات تبييض هتلاقي من ضمن التركيب تركيبتها او هي في التركيبه الاساسيه هيدروكينون بتراكيز مختلفه. اذا يستخدم از بليتشنج ايجنت. اذا نقدر الان الثيرابيوتيك كلاسيفيكيشن الاربيوتين ان نقول عليه انتي سيبتيك دراجز. اذا هو اكثر استخدام ليه انتي سيبتيك يورينري انتي سيبتيك أو دايريتك، بس أهم والمين يوز لي as urinary antiseptic. لو جينا للمثال الثاني اللي هو من غير ما نشوف العنوان هنا، لو جينا للمركب هذا بالشكل هذا هنلاقيه هذا حلقة بنزين أروماتية وفيها O، أصلها كانت OH لأن هو فينول، بس لاحظنا في المركب هذا وجود مجموعة CH2OH اللي هي الكحول، فسميناه واخترنا له اسم فينوليك اند الكحوليك. اذا الاول كان فينول
فقط الهيدروكينون كان فينول فقط. الآن المركب الثاني اللي هو فينوليك and alcoholic glycosides. لو جينا حاولنا بنديره كلاسيفيكيشن بالكلاسيفيكيشن اللي نعرفوها بالنسبة بحسب نوع الشجر حنسميه جلوكوسايد لأنه جلوكوز، بحسب نوع الرابطة حنسميه أو غلايكوسايد أو أو جلوكوسايد، بحسب الكيميكال ستراكشر أوف ذا أجليكون بارت حنقول عليه فينوليك أند ألكوهوليك. هذا سب كلاس، الكلاس سمبل فينوليك، السب كلاس وهذه اللي مطلوب تعرفها اللي هي فينوليك أند ألكوهوليك، ضروري جدا فينوليك أند ألكوهوليك غلايكوسايدز. المثال اللي عندنا ليه اللي هو اسمه ساليسين، ساليسين اللي هو أورتو هيدروكسي بنزايل وجلوكوسايد. ساليسين موجود في نبات السالكس فراغلس اللي هو نبات الصفصاف. ساليسين بيتر كريستلز سبيرينجلي سوليبل ان ووتر، سبيرينجلي سوليبل ان كولد ووتر. After enzymatic or acid hydrolysis حيعطينا الأجليكون بارت اللي هو الساليجينين أو OH هنا plus glucose one molecule of the glucose. Enzymatic or acid hydrolysis اللي هو حيصير splitting لجزء السكر هنا للجلوكوز، حيطلع الجلوكوز حيعطينا مركب اسمه ساليجينين اللي هو الأجليكون بارت. ساليسين بالكشف عليه بواسطة كونك سلفوريك أسيد حيعطينا ريد كالر، اللون الأحمر هذا بعد إضافة ماء حيصير له ديسابيرنس أوف ذا ريد كالر. يوزس الأسبرين الساليسين في بداية استخدامه كان يستخدم نبات الصفصاف أز أنالجيسيك أنتي بايريتيك أنتي إنفلاماتري، ومركب الساليسين هذا يعتبر هو أساس اكتشاف او اساس تصنيع الاسبرين. اسبرين اللي هو الاسيتايل اسيتيك اسيد الشكل الكيميائي ليه هو الاساس لصناعه الاسبرين، ويعتبر البادئ هو اللي اعطيه الفكره في استخدام او في صناعه الساليسين. الاسبرين جت هنا من الساليسين، اذا سيوست اس هو اصلا نبات صفصاف اصلا كان يستخدم از انالجيزيك انتي بايريتيك انتي انفلاماتوري بسبب وجود الساليسين. الاسبرين تم اكتشافه وتصنيعه بناء على الشكل الكيميائي للساليسين، تم تصنيع الاسبرين. ثالث كلاس اللي هي لما نجي نشوف المركب، مركب زي هذا حنقول عليه جلوكوسايد او جلايكوسايد. ليه؟ بسبب وجود شوجر جروب هنا، اذا عندي مجموعه جلوكوز موجوده، جزء سكري رابطه وجزء غير سكري. نقدر نقول على المركب اللي امامي الان هذا عباره عن جلايكوسايد. لو جينا وشفنا الجزء غير سكري ونبغى نعرفه أما كلاس يتبع أما كيميكال سب كلاس هو هذا الجزء غير سكري، حلقات بنزين أو OH فهو فينول بالإضافة إلى مجموعة CHO اللي هو ألدهايد، إذن حيكون عندي فينوليك أند ألدهيديك غلايكوسايد، وهذه هي سب كلاس فينوليك أند ألدهيديك غلايكوسايد. اسم المركب جلوكو فانيلين، جلوكو فانيلين وهذا تكلمنا عليه زمان في فولاتايل اويل بتفصيل كبير جدا. جلوكو فانيلين الكلاسيفيكيشن اللي تعودنا عليه، واحد يحتوي على مولكيول او جزء سكري جلوكوز فنقدر نقول عليه جلوكوسايد، الرابطة اللي ما بين الشجر والنون شجر أكسجين هو أو غلايكوسايد، النون شجر بارت عبارة عن فينوليك ألدهيديك غلايكوسايد، فينوليك ألدهيديك غلايكوسايد. بواسطة الإنزيم هيدروليسيس حيطلع الجزء السكر هنا حيصير هيدروليسيس،
هيعطينا مركب بالشكل هذا اللي هو الاجلي كومبارت. الاجلي كومبارت اوف ذا جلوكوفانيلين اسمه فانيلين. فانيلين زي ما تكلمنا زمان في الفولاتايل اويل وقلنا ان الجلوكوفانيلين موجود في الجرين فانيلا بودز بيتر ان تيست اودرليس. يعني الفانيلا بودز اول ما تجمعها من قبل عملية التجفيف طعمها مر وما عندهاش رائحة. وجدوا أن أثناء عملية التجفيف هنا من أهم البريكوشنز اللي المفروض ما ناخدهاش اللي هي كيف نمنع الإنزيم هيدروليسيس في النبات. لو نبي نمنع الإنزيم هيدروليسيس في النبات نجفف بسرعة أو نوقف عمل الإنزيم أو تجميد بحسب الطرق اللي أخذناهم هنتحصل على الجلوكوفانيلين. ولو تحصلنا على الجلوكوفانيلين داخل النبات مش هيكون عنده اي استخدام او اي فائده. ليه؟ لان بيتر ان تيست اودر ليس. اللي سويت ان تيست وعنده فانيلا اودر اللي هو اللي احنا نستخدمه في الفانيلا الان بسبب احتوائه على الفانيلين او نستخدمه الفانيلين سينثيتك. سويت ان تيست وعنده فانيلا اودر لازم تصير عمليه هيدروليسيس. بمعنى هنا هل المفروض نجفف بسرعة؟ لا، المفروض ناخذ نخلي التجفيف يمر بشوي عليه. بمعنى آخر أني أثناء تجفيف النبات بنوفر ظروف ملائمة جدا لعمل الإنزيم باش يصير أنزيماتيك هيدروليسيس للجلوكوفانيلين نتحصله على الفانيلين اللي هو عند الاستخدامات اللي احنا نعرفوها بلس جلوكوز. هذه قرون الفانيلا، هذا اللي نستخدمه فيها الآن في المطابخ ولا في باش تعطينا فانيلا أودر. هي عبارة عن فروت داخل منها تايني سيدز، بذور رقيقة جدا. البذور هذه هي اللي تحتوي على كمية كبيرة من الآن بالشكل هذا باللون هذا تحتوي على فانيلين، لأنه صارت عملية فيرمنتيشن أو تخمير أو تحلل لمادة الجلوكو فانيلين. سورس فانيلا بودز، مصدر الجلوكو فانيلين فانيلا بودز. يوزز أز فلافرينج ايجنت أو سبريد ايجنت. في بعض التفاعلات الكيميائية بيعطي ألوان مع عدة مركبات فممكن يلاقوا استخدام الفانيلين as spray agent، هذا في المعامل، بس في استخدام في البيت نقدر نستخدمه as flavoring agent. سواء استخدمنا الفانيلين synthetic اللي زمان تكلمنا عليه في الفولاتايل أويل، طبعا هو فولاتايل أويل هنا الجزء النون شوجر زي ما تكلمنا عليه، تكلمنا عليه بالتفصيل في الفولاتايل أويل، ونن هو فولاتايل أويل. ويستخدم as flavoring agent كمنكه بشكل واسع جدا. اذا المركب لو ديرنا النيم، مطلوب مني النيم اللي هو اسمه جلوكو فانيلين، الكلاسيفيكيشن الكيميكال فينوليك الدهيديك جلايكوسايد، فينوليك بسبب وجود الاوتش هنا، الدهيديك بسبب وجود مجموعة الألدهايد، هو فينوليك ألدهيدك جلايكوسايد، لأن فيه جلوكوز فنقول عليه جلوكوسايدز بسبب احتواء على جلوكوز فنسميه جلوكوسايدز. ثيرابيوتيك كلاسيفيكيشن فلافرينج ايجنت، ثيرابيوتيك كلاسيفيكيشن فلافرينج ايجنت. هيك كملنا اول كلاس اللي هو الفينوليك سمبل فينوليك جلايكوسايد. هندخله في كلاس ثاني اللي هو انثراسين جلايكوسايدز. انثراسين جلايكوسايدز ار اوكسجينيتد ديريفاتيفز اوف فارماكولوجيكال امبورتنت ذات يوزد از لاكزاتيف. زي ما خدينا في الفارماكوجنوزي امتى ما نسمع كلمة انثراسين جلايكوسايد او انثراكينون جلايكوسايد دائما مرتبطة باللاكزاتيف افكت.
وهذا أشهر أهم استخدام لها اللي هو as laxative. ممكن نلاقي عندها استخدامات زي الانتي انفلاماتوري، انتي بكتيريال، انتي فانجل، اند ناتشرال دايس، بسبب احيانا عندها عده الوان. احيانا من نلاقي اسم انثرا كينون جلايكوسايدز او انثرا جلايكوسايدز، كلهم يعطون نفس المعنى اللي هو للانثراسين جلايكوسايدز. الانثراسين ديريفاتيفز occur in vegetable drugs in different form at different oxidation levels. Anthraquinone, anthron, anthranol, oxanthron. الآن باش نفهم الجلايكوسايدز، الانثراسين جلايكوسايد، عندنا التصور اللي قدامنا هذا الشكل اللي امامنا. الشكل اللي امامنا هذا حيعطينا فهم لمعنى المصطلحات اللي موجوده في الانثراسين جلايكوسايدز. حنبدأ نبدا من هنا بالمركب هذا. من ناحيه كيميائيه، اول شيء الانثراسين لاحظوا هنا كلها عباره عن ثلاث حلقات. هذه كلها اسمها أنثراسين ديريفاتيفز جلايكوسايدز. الترقيم 1 2 3 4، الرنج الثانية 5 6 7 8، اللي في النص 9 10، وهذا ثابت في كل الأنثراسين ديريفاتيفز. لو بدينا بالمركب هذا والمركب هذا هما الاثنين، طبعا اسمه أنثرا نول لوجود الـ OH، نفهم إن في الكحول في مجموعة OH فينول أو الكحول، هو فينول هم. أنثرانول لوجود الأول للـ OH، أنترون الأون كيتون، الآن واضح عندي التسمية، أنثرانول OH أول، أنترون دبل بوند أو كيتون. الآن كيميائيا شنو هي العلاقة ما بين المركب هذا والمركب هذا؟ بمعنى هل في فقد او اضافه لاتومس بين المركبين؟ لا، ما فيش اي تغيير صار في جميع الاتومس اللي في المركب هذا والمركب هذا. هذه كيتون نحت الاوتش من هنا وين مشت؟ هنا كانت في اتش واحده بس، هنا رابطه 2 3 اتش 4، رابطه 2 3 4. اذا الاتش اللي كانت هنا انتقلت من هنا الى هنا، إذا ما صارش أي إضافة أو فقد، لا أكسيديشن ولا ريدكشن ما بين المركبين، أهما ما بين الأنترانول والأنترون. والعملية هذه نسموها توتوميريزم أو توتوميريزيشن. شنو هو التوتوميريزيشن أو توتوميريزم؟ هو انتقال هيدروجين داخل المركب، تنتقل ذرة الهيدروجين هنا داخل المركب، يعني انتقلت من بوزيشن الى بوزيشن من غير اي اضافه او حذف لاي اتوم موجوده فيه. بمعنى لو لقيت مركب على الانترانول اوتوماتيك حتلقى نصه انترون، اي دائما وين ما بتلاقي الانترانول حتلاقي معاه الانترون، يعني الهيدروجين تتحرك وحتلاقيه 50-50، لان انترون انترانول. الان بدينا بفهم فك المصطلحات او فك التسميات، أنترانول أول أوتش، أنترون أون كيتون، علاقة الأنترانول والأنترون واحد، يعني لما نتكلم أنترانول كأني نقول أنترون، والعكس العلاقة ما بيناتهم هي توتوميريزم أو توتوميريزيشن أو انتقال ذرة الهيدروجين داخل المركب. الآن حتصير عندنا عملية أكسيديشن، أكسدة، حيكتسب هنا أكسجين، هيتحول انضاف عليه اكسجين بس، الانثرون ضفنا له اكسجين، تحول من انترون الى اوكس انثرون، انترون اوكس انترون، وهذا انترميديت برودكت. كومبليت اوكسيديشن هيتحول الى دبل بوند او كيتون الى انثراكينون، انثراكينون.
إذن الأنترون والأنترانول بعد الأكسيديشن هيتحولوا إلى أنثراكينون. لو جينا بالعكس الأنثراكينون صار لها عملية ريدكشن هتحول إلى الانترميديت برودكت اللي هو الأكسانثرون، كومبليت ريدكشن هيتحول إلى الأنترون، كومبليت ريدكشن هيعطينا الأنترون. إذن هذا الأنثراكينون ناتج من عملية الأكسدة، فبالتالي هنسميه الأكسيدايزد فورم. الأنترون والأنترانول الزوز زي بعضهم يجوا من عملية اختزال من ريدكشن، فحنسميهم ريديوسد فورم. المركب هذا شن صاير عندي هنا اللي هو دايمر، يعني الأنترون تحول إلى أو اتحد مع بعضه فيعطينا حاجة اسمها داي أنترون، أنترون فوق أنترون تحت، داي أنترون هو دايمر. تمام. الآن نفس الكلام حنلخصه، أنثرون and أنترانولس are isomeric tautomeric. لو الأوراق اللي عندك ما عليهاش التسميات هذه اكتبهم عبيهم، بس أفهمهم قبل ما تكتبهم، يعني تكون فاهم شن تكتب هنا قبل ما تكتب. علاش كتبت هنا tautomerization؟ علاش هنا reduction؟ هنا oxidation، reduction oxidation و oxidation. الأنثرون and أنترانولز are isomeric أو هما tautomeric، دائما يطلق عليهم أو معروفين بالreduced form. إذن هم الreduced form للأنثراسينيك glycoside derivatives. الأنثراكينون جايين من أكسدة فهم الأكسيدايزد فورم للأنثرون والأنترانول. الدايانترون derived from two anthron molecules، لما two anthron molecules متحدات مع بعضها هيعطونا حاجة اسمها دايانترون. two molecule أو two anthron مع بعض هيعطونا حاجة اسمها دايانترون. الدايانترون هما في عندنا احتمالات، إما يكون الأنترون اللي فوق والأنترون اللي تحت نفس البعض، نفس المركب متحدين مع بعض، أو عبارة عن مركبين مختلفين. فهيكون عندي إما هومو داي أنترون اللي هو two identical أنترون، أو هيتيرو داي أنترون هيعطينا أو يتكون من two different أنترونز. هومو داي أنترون أو هيتيرو داي أنترون. الدايانترون دائما تأتي من أكسيديشن أو مايلد أكسيديشن بظروف معينة للأنترون باش يعطينا الدايمرز. الآن استراكشر السلايد اللي أمامي فسرت لنا جميع المصطلحات اللي حتمر علينا في الكلاسيفيكيشن، أو نقدر نقول عليهم هما سب كلاسس، هذا يعتبر سب كلاسيفيكيشن. الكلاس الأساسي أنثراسين غلايكوسايد أو يمكن يسمو فيها أنثراكينون. السب كلاسز بحسب الفانكشنال جروبس اللي موجودة، الاختلاف اللي موجود عندي كله في البوزيشن رقم 9 و10، رقم 9 و10 هم الاختلافات اللي بتعطيني التسميات المختلفة. بوزيشن 9 فيها OH أو دبل بوند O أنترانول أو أنثرون، 9 و10 دبل بوند او انثرا كينون. الدايانترون تمتاز ان عندنا تو كايرال سنترز عند السي 10 وال10 داش. طبعا الترقيم نفسه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هنا نفس الترقيم اللي حناخدوه، بس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس حياخد داش 1 داش 2 داش.
هذه رقم 10 في الجزء هذا، وهذه رقم 10 في الجزء هذا، 10 و10 داش اتصلوا مع بعضهم، حنلاقي عندي حينتج عندي 2 هذه كايرال كاربون فيها اربع مجاميع مختلفه كايرال كاربون، ده عندي 2 كايرال كاربون، فبالتالي كل داي انترون حينتج عليه اربع ايزومرز، كل داي انترون حنلاقي منه اربع ايزومرز، وهذه حنزي ما نجاوبها بعدين في الامثله اللي حتمر علينا. الاكسيديشن بصفه عامه could be achieved by using H2O2 hydrogen peroxide ferric chloride. الريدكشن is carried by using either zinc dust acetic acid or stannous chloride HCl. يعني مش نحصل على الريدكشن والاكسيديشن، او باش ننتقل ما بين المركبات وبين بعض. الان لو تكلمنا على كيميكال تيست لجميع الانتراسين جلايكوسايدز، اشهر اختبار كيميائي واختينا حتى في الفارماكوجنز لما تعاملنا مع مركبات تحتوي على انتراسين جلايكوسايد زي نبات السمنه، نبات الكسكاره، المركبات هذه اللي تحتوي على انتراسين جلايكوسايد، اشهر اختبار واهم اختبار لها اللي هو البرونتراجرز تيست. برونتراجر تيست بس برونتراجر فور انثراكين نون جلايكوسايدز. برونتراجر تيست يعتمد على ان بناخذ الباودر درج حوالي 0.1 جرام كواليتاتيف بويلد فور 2 مينتس ويت اباوت 5 مل دايلوت اسيد. ليه؟ في الاختبار علاش يعني الجلايكوسايد لما نغليه لمدة دقيقتين مع أسد شو بيصير له؟ هيصير له هيدروليسيس، هيفصل الأسد يدير عملية هيدروليسيس للجزء السكري، هينفصل عندي الجزء السكري من الجزء غير السكري. فلتر اند كول، لاحظ هنا في برونتراجر تيست فلتر اند كول، مش المعنى هذه؟ أعطيني كلمة ثانية لها، أو فلتر وايل هوت. يعني الفلتريشن بيتم قبل عملية التبريد، بمعنى ان بعد ما درنا عملية هيدروليسيس لجزء سكري وجزء غير السكري، الان الهيدروليسيس تم في وسط مائي، يعني دليوت HCl، نتكلم على HCl في وجود ماء. باودر درج وحطيت عليها 5 ملي دليوت HCl، يعني الان في اكوس سوليوشن الوسط مائي. الجلايكوسايد بطبيعتها قلنا انها الجلايكوسايد تدوب في الماء، الجزء السكري ووتر سوليبل والنون شوجر بارت ووتر انسوليبل. لما يصير هيدروليسيس هنا شو بيصير؟ النون شوجر بارت مش حيدوب في الماء، لكن هنا النون شوجر بارت عنده يدوب في الهوت ووتر. يعني النون شوجر بارت طبيعته ما يدوبش في الماء، لكن في وجود الحرارة عامل مساعد تساعد انه يدوب في الهوت ووتر. اذا لان لو ما دابش وين حيتبقى النون شوجر بارت؟ حيتخلط مع بقايا باودر النبات، مع بقايا النبات يعني مع الليفز والستوماتا والبيديرمس وخلايا النبات، بقايا النبات. إذا فهنا لازم ندير عملية الفلتريشن وهو سخون. السبب لأن الجزء الغير السكري يدوب في الهوت ووتر، فلما يدوب أنا قدرت نفصل الآن الفلتريت اللي طالع عندي فيه الجزء السكري والجزء غير السكري، الاثنين دايبين فيه وهو سخون بس منفصلين من بعض. سبب الفصل اللي هو التسخين بالدايلوت اسيد. الان الفلتريت اللي يحتوي على الشوجر بارت والنون شوجر بارت، لما تكلمنا عن الفيزيكال بروبرتيز وزي ما قلنا تو، شوجر بارت ووتر سوليبل والنون شوجر بارت سوليبل في الاورجانيك سولفنت. الشوجر الفلتريت لو حطيت عليه اميزيبل اورجانيك سولفنت زي البنزين ايثر كلوروفورم لازم يكون اميزيبل ما يدوبش معاه، بنزين ايثر كلوروفورم،
من حياخذ؟ حياخذ النون شوجر بارت لأن بطبيعته يحب الأورجانيك سولفنت أو يدوب في الأورجانيك سولفنت. شيك ذا فلتريت ويد أنيمز بالأورجانيك سولفنت. الآن فصلنا الأورجانيك لاير. فصلنا الأورجانيك لاير على الأكوس لاير. الأورجانيك هي اللي بتحتوي على الأجليكون بارت. والأكوس هي اللي بتحتوي على الشوجر بارت. عن الاختبار لغرض من؟ للأنتراسين. إذا باش نكشف على الأنتراسين جلايكوسايدز. الأنتراسين جلايكوسايدز وزي ما نشوفه بعدين في المركبات في بعض الأمثلة أنها تحتوي على مجموعات OH. فالأنتراسين جلايكوسايد باعتبارها حلقات بنزين أروماتية تحتوي على OH بتعتبر فينول. وقلت أنا في بداية المحاضرة أن في بعض من يقسم فيها as فينولك جلايكوسايد. بالتالي بما أنها فينول إذا والفينول كيميائيا نحن نعرفه أن يسلك سلوك الأحماض. الفينولز تسلك سلوك الأحماض. فبالتالي لو ضفنا له أمونيوم هيدروكسايد 10% هتتفاعل مع الفينوليك أنتراكين أو أنتراكين أو أنتراسين تفاعل مع الفينوليك أنتراسين وحتعطينا طبعا الأمونيوم هيدروكسايد 10% يعني مية. أمونيوم هيدروكسايد 10% موجودة في ماء. أمونيوم هيدروكسايد هتتفاعل مع الأورجانيك لير. الأورجانيك لير تحتوي على الأنتراكينون اللي هو طبيعته فينوليك. فينوليك مع الكالاي حيعطينا سولت اللي هي الفينيتس. الفينيتس وين بتمشي؟ وين بتدوب؟ وين تدوب السولت؟ تدوب في الأكواس لير. فبالتالي حنلاقي روز بينك أو تشيري ريد إميديتلي في الأكواس لير. هنجيها بشكل تاني بتوضيح تاني حيكون أوضح. الاختبار هذا لمن خاص؟ برونتراجر خاص فقط بالأنثراكينون. بمعنى برونتراجر بالشكل هذا ما يعطيش إلا مع الأنثراكينون. برونتراجر يعطي مع الأنترانول؟ لا بالشكل هذا مش هيعطي مع الأنترانول. باش يعطي مع الأنترانول شن درنا له؟ درنا له عملية موديفيكيشن. يعني باش نقدر نخلي الأنترانول يتفاعل مع برونتراجر لازم نحول الأنترانول أو الأنترون إلى أنتراكينون. حولنا الأنترون والأنترانول إلى أنتراكينون نقدر ندخله في نكشف عليه ببرونتراجر. كيف نحول الأنترانول والأنترون إلى أنتراكينون؟ اللي تكلمنا عليه في بداية المحاضرة اللي هو بعملية الأوكسيديشن. فالأنترانول أي نبات يحتوي على أنترانول ونبي نكشف عليه ببرونتراجر تيست لازم ندير موديفيكيشن. بالتالي سميناه موديفايد برونتراجر تيست. موديفايد برونتراجر تيست شنو هو موديفايد برونتراجر تيست؟ اللي هو الأنترانول جلايكوسايد should be subjected to a process of oxidation. إذن لازم نحول الأنترانول ودائما زي ما قلنا في بداية المحاضرة أنت نتكلم على أنترانول أنا نتكلم على أنترون. أنترون أنترانول باش يعطينا برونتراجر تيست لازم ندير لهم أكسيديشن وهذا على سميناه موديفايد برونتراجر تيست. عملية أكسيديشن تنبي بواسطة addition of oxidizing agent يعني أثناء التفاعل فقط أني محتاج نضيف هيدروجين بيروكسايد H2O2 أو نخلي التفاعل على جنب لمدة 5 دقائق بتصير عملية أكسيديشن بواسطة الأير أكسيديشن. الآن عندنا الأنتراكينون تعطي برونتراجر، الأنترانول تعطي برونتراجر بس بشرط إنه يكون في عملية موديفيكيشن سميناها موديفايد برونتراجر تيست. نفس الشيء في حالة الداي أنترون. داي أنترون حتى هي مش هتعطي مع برونتراجر تيست إلا لما ندير عملية موديفيكيشن. فهني في الموديفيكيشن شو محتاج؟ محتاج إني لازم ندير عملية كليفج للداي أنترون للدايمرز لأن الداي أنترون هي عبارة عن دايمر. فأني محتاج نكسر الدايمر اللي عندي. فالباودر زائد الكحولك بوتاسيوم هيدروكسايد.
الكحوليك بوتاسيوم هيدروكسيد. الكحوليك بوتاسيوم هيدروكسيد هنا شو بيدير؟ حيعطينا بوتاسيوم سالت اوف اجليكون اند كليفج سي سي لينكج. سي سي لينكج اللي هي جايه ما بين التو داي انتروك. برونتراجر تيست خاص بالمركب هذا كبرونتراجر تيست باسم. موديفايد برونتراجر محتاجيننا في المركبات اللي زي هذه. مركبات زي هذه كلها مش حتعطينا مع برونتراجر الا لما نحولها الى الشكل هذا. فالانترون والانترانول اوكسيديشن. اما الدايمر اول شيء قبل عمليه اوكسيديشن لازم ندير هيدروليزس او كليفج للمولكيولز للدايمر هذا، لازم نكسر الدايمر اللي موجود عندي. اذا بواسطه باضافه الكحوليك بوتاسيوم هيدروكسيد حيعطينا بوتاسيوم سولت اوف اجليكون اند كليفج اوف ذا سي سي لينكج. وهذه اول خطوه. بويل فور فيو مينتس فلتر دايلوت ويد اتش 2 او اسيديفايد. اذا هنا بندير عمليه الاسيديفيكيشن باش ندير هيدروليسيس للشوجر بارت. هيت كول شيك ويد ايثر اد امونيا حيعطينا الروز ريد كلر في الاكواس لير. اذا الموديفيكيشن اللي هنا اللي هو ضيف بوتاسيوم هيدروكسيد الغرض منه كليفج اوف ذا سي سي لينكج. اخر او ثالث اختبار عندنا اللي هو شانتنس تيست. شانتنس تيست هذا خاص بيتم بواسطه اضافه سوليوشن اوف دابوراكس بالذات مع الالو حيعطينا جرين فلوريسنس از برودوسد. هيك كملنا الكيميكال تيست بتاعها، كملنا محاضره ثالثه اليوم، وان شاء الله للمحاضره الجايه كملوا باقي الانتراسين جلايكوسايتس.